تصلي صلاة العيد نظرا لهاد المناسبة ديال وباء كورونا. اضطرت وزارة الأوقاف أنها باش تحسس بنادم بالخطورة ديال هاد المرض من أجل باش يصليو في المنازل ديالهم ومع الأولاد ديالهم ويحدوا من التنقلات والزيارات، لأن الجائحة كما كنعرفوا هو مرض خطير وعالمي، وبالتالي كيؤدي لواحد يعني واحد المسيرة لا تحمل الوقت. هذا هو اللي غادي نقول لك. الحمد لله على الأجواء العيدية، الحمد لله على الأجواء مزيانة، هذا يوم كبير عبد الله. إن شاء الله كنتمنى لكل مسلم وكل عربي ولكل عامل نظافة من هذا المنبر عيد مبارك سعيد وعواشر مبروكة، وكل عام وأنتم بخير.